اما هلا رشا ننتقل لمحطتنا التاليه لنحكي عن صناعه النشر اليوم. قديش مهمه لتكون هي فعليا صناعه تنويريه فكريه ثقافيه بعيدا عن التجاره. كثير يمكن ظروف صعوبات عم تواجه الكتاب ودور النشر دار النشر اقتصاديا. يعني اليوم صار الكاتب يفكر ألف مره قبل ما يخطي هاي الخطوه. يعني قديش بسمع جمله انه هاي الكتابه ما بتطعمي خبز، يعني قديش صار الموضوع صعب مكلف ماديا، ضغوطات اقتصادية معيشية، لكن دائما في أشخاص موجودين بحياتنا وبالمجتمع متشبسين بهي الفكرة عم يحاولوا يمكن يسخروا كل ظروفهم وإمكانياتهم لصناعة نشر لتأمين جيل بيحكي عن الفكر والثقافة بطريقة مختلفة. رح نحكي عن هذا الموضوع أكثر مع السيدة عفراء هدبة مديرة دار نشر متمسكة بهذه الصناعة صار سنين وثابتة. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. صباح الخير. شكرا لكم. الأخبارية دائما بتواكبنا بنشاطاتنا بفعالياتنا، هي من الداعمين اكيد لدار دار هذا واجبنا. نحن وجهنا لك تحيه قبل ما تكوني ضيفه فقرتنا. يعني شكرا وهذا الشيء اكيد شيء ايجابي اليوم وقت اللي انت عم تعملي اي عمل عم تتركي اثر عند الكتاب السوريين. اكيد طبيعي، ما في شيء يعني اجباري، اي شيء ما في شيء بتضيع. صح، اي جهد ايجابي اكيد ما بتضيع. حلو يعني لما كأي كاتب نحن مستضيفة بيقول جملة إنه مع هاي الشخصية عندها فكر وصناعة للنشر مختلفة، ما بتبحث عن الشق المادي قد ما هي بتقدم لك تسهيلات ما بنشوفها، بتحاول تلاقي حلول. ايه ما بنشوفها للأسف. هلأ يعني هلأ شوفي، يعني نحن بالأساس أول ما تأسست دار النشر تأسست ليكون إلى دور بهيدي الحرب على سوريا اللي كانت إعلامية بالدرجة الأولى، اللي كانت بالكلمة بالدرجة الأولى. فهي يعني إيمانا مننا إنه كل شخص قادر يعمل شيء لبلده من موقعه، فنحن اخترنا هذا الموقع وبلشنا فيه. والحمد لله نحن بلشنا بال 2014، هلا صار لنا وجود على الساحه يعني لا يستهان فيه. صار عندنا عدد كبير من العناوين يلي بتاثر بالمجتمع والناس مقبله عليها بشكل حلو. هذا اهم شيء، هذا يعني فينا نقول انه بلشنا نحقق الهدف. خلينا نركز اكثر اليوم على معرض الكتاب. خلينا نحكي عن المشاركات وكيف كان الاقبال لهي السنه، يعني كيف لقيتي اليوم هذا الجهد لقى الاقبال اللازم؟ تمام. هلا شوفي بالنسبه يعني انت بدك تاخذي الامور بشكل نسبي، نسبه للعامل الاقتصادي والضغوطات اللي موجوده هلا بمجتمعنا. انا شايفه الاقبال جيد جدا. الناس عم تجي، مجرد انه تشوفي عائله جاي باولادها وجاي على المعرض هذا شيء ايجابي. تشوفي طلاب مدرسه جايين مع معلمتهم او استاذهم هذا شيء ايجابي. طلاب الجامعه جايين شيء ايجابي. الناس عم تجي حتى لو ما اشتروا، فهذا امر كثير صحي. لكن في شيء بس في جميل بالمعرض الكتاب السوري ومعرض الكتاب السنوي في خصومات تقام، هي جزئيه كثير مهمه دائما بسلط الضوء عليها، لانه العيله لما تفوت على المعرض وعندها اثنين ولدين ثلاثه هي قادره تشتري كتابين. صحيح. بس نحن بنعرف العيله السوريه كبيره، يعني ما قادره تشتري خمس كتب. انتم دائما في حصومات ضمن المعرض، في تخفيضات، في تسهيلات، في هدايا حتى. هي كثير حلوه طبعا اكيد لطلاب المدارس، لطلاب الجامعه، خصوصا وقت بيختاروا كتب معينه انه هيدي كتب مو اي شخص بيختار. لوين عم بيروحوا على العناوين من خلال التواجد؟ شوفي هلا الصبايا بيحبوا الروايات اكثر، بيحبوا الروايات اكثر. وفي كتب مثلا انا عندي عنوانين صعبين منهم سهلين، الهندسه المقدسه والثيوصوفيا والعقيدة السرية، عم شوف اقبال عليهم. هن شوي سعرهم يعني تكلفتهم لانه غالية، فوقت بيجوا وقت بشوفهم انه بشوف شاب عمره 20 سنة ماسك هذا الكتاب، ف
فأكيد بدي أعطيها لو 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 بالخسارة لو دفعت أنا. أي طبعاً أكيد أكيد، لأنه هذا دور مثل ما قلت لي. وأكيد بقية الدور نفس الشيء عم تشتغل، يعني ما بدي أحكي عن حالي. صحيح. بس لما نقول معرض الكتاب السوري رغم كل الظروف، يعني إحنا بنقول عم تمرق، كان في زخم بالإنتاج، فينا نقول الفكري والثقافي، في كمية من النشر كانت جميلة، في أسماء لشباب واعدين يمكن عم يحاولوا فعليا خلال سنة يجمعوا بهيدا المال ليقدروا يطبعوا إن كان كتابهم أو روايتهم. في عدد لا يستهان به أبدا بكتاب السوري، بمعرض الكتاب السوري. خلينا نحكي عن هي المشاركة، الإقبال مش فقط الجماهيري، العدد، يعني شفنا أعداد، حكينا سابقا مع الأستاذ هيثم عن العدد، كان ملفت، يعني كان في مشاركة كبيرة صحيح للإصدارات الشباب تحديدا. صحيح. إيه صحيح مزبوط هالحكي. أنا بالنسبة إلي عندي يعني عندي أكثر من 10 إصدارات أو 15 إصدار هنا لشباب، لدار نشر واحد نحن عم نحكي، يعني بعيد مو بس يعني بس دار نشر حضرتك. أي تمام. فكيف عم نحكي عن المعرض؟ ويعني هلا هن متفاوتين اكيد. صح. بتعرفي التجربه الاولى بدها وقت لتنضج، يعني مو بسهوله، لكن المحاوله في شيء جيد، في شيء ملفت، في شيء واعد بكاتب. خلينا نتفائل شوي. صحيح. ان شاء الله. ايه ان شاء الله. حركه الطبع ما توقفت ابدا حتى بفتره الكورونا، فتره الحرب، انا لاني كمان في مطبعه بنفس الوقت، ف يعني على تواصل مع حركه الكتاب مو بس دار النشر تبعتي، ف بعتقد لا النشر بخير هيك. نشر بخير، ما توقف رغم كل الصعوبات، ما توقف الطباعة ولا لحظة، علما في صعوبة بالحصول على الورق، الكهرباء الأحبار، الماستر، كل هالقصص هي، لكن مع هيك لا الحركة ماشية. احنا بحرب يعني بالنهاية، فنسبية الأمور لا ممتازة. طيب خلينا نحكي اليوم، انتم كيف قادرين رغم كل هدول التحديات؟ ذكرنا بعض التفاصيل، ولكن نرجع ونقول ثابت. الانسان عنده مبادئ ثابته بحياته، يعني انت بشكل شخصي اليوم كيف قدرتي تتجاوزي هدول التحديات؟ يعني اليوم انا ما تقولي انا اليوم تعبت انا ما بقى فيني خلاص، هدول صار الوضع اكبر، صار التحديات اكبر مني. يعني هلا هو كل ما زاد التعب كل ما زادت اصرار اني لا بدي ابقى، هو تحدي وهو واجب بالأساس، هو دور مثل ما قلت لك. رح ضلني يعني مثل ما الجندي ما في يقول بالحرب اني انا والله تعبت بدي اترك، انا نفس الشيء ما اكيد ما حاترك، ما حاترك لاخر لحظه. يعني اذا انت بدك تتركي وانا بدي اترك وغيرنا بده يترك، فاليوم حيكون الوضع اكيد ما حدا فينا بيقدر يترك. يعني نحن بظروف، خصوصا بهي ظروف الحرب، نحن ما لنا ظروف طبيعيه. أكيد أنا بحس أني اللي بتخلى عن دوره بهذه الحرب أكيد هو خاين، ما فيني أنا هيك بشوف الأمور يعني. إن شاء الله يا رب دائما تبقي بهي الهمة وبهيدا النفس، ونحن دائما نعتز بالشخصيات السورية اللي عم تحاول يمكن تبذل أقصى جهدها لفعليا تبقى موجودة رغم كل الظروف. خلينا نحكي عن الحالة الثقافية اليوم، كيف بتشوفيها من خلال الاحتكاك الدائم؟ يعني حضرتك نشطة بشكل كتير كبير مثل ما قلتي، مو فقط عندك دار نشر، أساسا عندك مطبعة ودائما متواجدة بجميع المعارض بهذا الجو. صحيح. وعم نشوف، يمكن ما كنا نشوف هذا الزخم، عم نشوف توجه كتير كبير للشباب، يعني عم تحسي انه في حنيه للكتاب، في حنيه لبعض هي التفاصيل. هلا هذا الموضوع بتشوفيه من خلال حفلات التوقيع اللي بنعملها، بتلاقي اعداد كبيره جايه، حفلات التكريم اللي عملناها، يعني مكتبه الاسد المدرج الكبير مليان دائما، يعني عملنا 4 حفلات تكريم خلال مسيرتنا لقامات ادبيه كبيره بسوريا، كان الحضور لافت، شباب ومثقفين وحتى عائلات، يعني كان في شيء كتير بيبشر بالخير. حتى حفلات التوقيع بتشوفي الأعداد اللي عم تجي، طيب هذا مؤشر أيضا. فلا بعتقد الأمور بخير، لو تراجعنا شوي بسبب الظروف مثل ما قلت لك، لكن بشكل عام لا جيد.
حكيتي نقطة كثير مهمة وكثير إيجابية، أنا كنت بدي أسألك إنه اليوم وقت بيكون في توقيع لأي كتاب نسبة الحضور عم تقولي لي عم تكون كثير ممتازة جيدة جدا، والفئة العمرية يعني نحن اليوم شبابنا كله سوشيال ميديا، يعني حتى الورقي بعدنا شوي عنه ورحنا للشيء الأسرع بسبب ظروف بشكل عام يعني، ولكن طرحتي شيء إيجابي تمام. طبعا طبعا خلينا نحكي شيء لبكرة. هلا بدي أقول لك حتى يعني كثير بيجيني ناس إنه نحن قريانين هذا الكتاب على النت، لكن بدنا على فكره ما حلو على النت، انا كثير بحاول اني مثلا ما في متعه، ما في متعه 50% من متعته، ما في مثل ما تمسكي الكتاب تشمي ريحه القلم تحطي خط تحت الشيء اللي جنبك، يعني كل هاي القصص تورثيه لاولادك فيما بعد. يعني انا بالنسبه لي اهم شيء ورثته من والدي هو مكتبته، يعني هذه بالنسبه لي ثروه ما ممكن اني اتنازل عنها. انت لمين بكره حتعطيها؟ لكل الشباب، اي حدا بيحب القراءه. قد ايه كنا نمسك روايات، يعني انا هلا برجع هيك كتب قديمه بكون كاتبه مقدمه 2013 2014 قبل بالضبط. بقول انه انا قد ايه تغير تفكيري من هذا الوقت. هلا اذا بدك انا احيانا بنزل على الكتب يعني اللي اصحابها، ما بدي اقول مستعمله، ما في كتاب مستعمل، لكن الكتب اللي كان إلى أصحابه وهلا بتشوفيها مثلا انه باعوها او اهدوها لمكتبات اخرى، بيكون عندي الكتاب، انا بكون مقتنيته للكتاب، لكن باخذه بكون قديم، باخذه بحب اعرف هذا اللي ارى انه شو مسجل، كيف ارى الكتاب، شو مسجل ملاحظات. عندي مجموعه كبيره من هدول الكتب انا بحبها. طيب خلينا نحكي معك ست عفراء، اليوم شو الصعوبات اللي بتحسي بتواجهكم كفينا نقول دور نشر؟ يمكن اليوم عم نشوف التكلفة، نقص المواد عالية جدا. شو الدعم اللي لازم يكون موجود يعني في جهات ومؤسسات؟ هلا في شيء بقى يعني فوق طاقة. نحن طاقتنا هيدي يعني بعتقد مؤسسات الدولة هي لازم تكون تقوم بدورها بهذا الموضوع. يعني أنا فترة يعني أحيانا نقص الورق، يعني أحيانا ممكن نبقى شهر بدون ورق، فهذا أمر كتير خطير يعني بيأثر على الحركة مهما كان عندك. ما حيأثر عليك بس ما حيأثر درت يعني على هاي النمة وهذا الإصرار أكيد ما حيأثر. الحقيقة كان عنا تكريم لأبونا الياس زحلاوي صحيح، وطبعنا مذكرات وكان في وقت انه ما في ورق، بعرف نقصني طبعت الكتاب الاول والثاني نقصني يعني نقصني 12 معون بس، فانا انه في وقت ما في مشكله، وانه اليوم بيجي الورق بكره بيجي الورق، صار 10 ايام وما اجى الورق، ف بلشنا مشي الحال يعني بطرق اخرى قدرنا. شكرا لصباحك وشكرا لهذا الاصرار والايجابيه اللي اعطيتينا طاقه حلوه. شكرا ست عفراء لحضورك، بتمنى لك كل التوفيق. اكيد في مثلي كثار، وبوجودكم وبوجود هي اكيد سوريا رح ترجع احلى من ما كانت. شكرا ان شاء الله يا رب. ست عفراء هدبه مديره دار النشر، اكيد بنشكرك على وجودك معنا.